ميد مواصلين معاكم للأربعاء متراشية. سعيد جدا بحضور السيد بشير بن صالحة رئيس الأمل الرياضي تزركة ضيفنا اليوم. مرحبا سي بشير. شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة ويعطيكم الصحة. معناها بالعكس إذا وجبنا خاصة كإذاعة في الوطن القبلي من وجبنا اليوم إنه تكونوا حاضرين بحثنا وإن نتطرق ونتلفتوا شوية زادة ميسالش وسامحونا على التقصير. شكرا والله أنا تمنيت رانا في بعد الصعود راك مستدعيتونا وجينا معناها ميسالش في الصعود طوم السيدو للسيء إن شاء الله في الصعود القادم إن شاء الله إن شاء الله بحول وخيرها في غيرك كما يقولوها فهمتني إن شاء الله. أعطيكم الصحة بارك الله فيكم على الاستضافة. واحنا كما تعرف احنا تو تقريبا الجمعيه الوحيده احنا وقليبه تقريبا اللي يمثلوا الوطن القبلي في الرابطه الثالثه سي ان كما سميوها. وان شاء الله بحاول السنه نحاولوا نعملوا منتيا ونكونوا على الاقل في وسط الترتيب وان شاء الله بقدر ربي خاطر سيدي عالم اخر وجو اخر ومصاريف اخرى ودنيا اخرى فهمتني. ايوه والفريق يمر ب والله صعوبات صعوبات تاع نتائج صعوبات ماليه اللي هي خلي انا جايك في الحديث سي بشير ولكن ميز من العباد يعرفوا اليوم اللي اول حاجه منحه البلديه ما خذيتوهاش من عمناول منحه عمناول خذيناها نتاع السنه ما خذيناش حبينا ناخذوا افونس معناها على عام جديد نحكي على من عمناول راني قبل جمعتين معناها خاطر دخلنا في 2024 أي. نحكي على 2023 منحه 2023 خذيناها اما مشيت روحها من الصيف مشيت روحها خلصنا روحها انا حبينا ناخذوا افونس معناها من المنحه نتاعنا قال لك مازال مستوى حتى تحل الميزانيه نتاع 2024 قاعدين تو تقريبا المسؤولين كل الجمعيه نسيروا فيها من المال الخاص. انا سي حمزه بن عبد اللطيف سي عمر الجزيري كاتب عام سي احمد هذوما هذوما سي نحب نوجه لهم تحيه. شوف على خاطر شوف خدمه الليل نهار سي بشير بخلاف الخدمه فما عمر فما حمزه بن عبد اللطيف ايمن الحجري هذوما الناس هو من الحجري هذوما الناس هذوما الناس اللي قاعدين يحطوا من وقتهم ومالهم وجهدهم. انت كذلك سي بشير بن صالحة برشا رؤساء جمعيات تقريبا برشا رؤساء جمعيات في تونس اليوم لطف عليك خلف في الحبوسات في جرة الشيكات واليوم سي بشير بن صالحة مسيب برشا شيكات على خاطر الجمعية برشا مصروف في غياب دون كامل دون المصاريف من جيبنا الخاص يعني سي بشير في غياب كامل للدعم للتمويل من البلدية ومن ما ظن احنا نعطي مثال كنا الجامعة من أول الوقت هذا تصرفت المنح معناتها فان ديسمبر تو احنا شهر جانفي ما صرفتش المنحة تو الوزارة كيف تقريب 5 جانفي عم نقول خذينا المنحة متاعنا انا في السيديو نحكي السنة ما خذيناش علاش والله ما نعرف. وبالرغم اللي يقول القائل يقول مثلا في 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 تزركة تحية لكل اهالي مدينة تزركة الجميلة محلها تزركة منطقة صناعية وحتى الشركات اللي غادي. شوف سي بشير انا نعرف يمكن انت عندك تحفظ لا ما عنديش تحفظ خلي كمل الجمله من فضلك انت يمكن على خاطر يجي تقول لي اوكي مثلا هما عاونونا بعض الشركات الغادي بمبلغ معين لكن المبالغ اللي يحطوا فيهم الشركات هذوما في المنطقه هذه ما تغطي حتى شيء خلينا نكون واقعيين معنا تحكي في رقم تاع مصروف تاع نهارين 30 تو تمشي المؤسسه نوجه لهم الشكر نوجه لهم الصحراء ما ضوش من اما تمشي راجع معي ومعك سيد معتمد ومعك كاتب العام ومسؤولين تمشي تاخذ زملين و500 زملين معناتها تصرفهم قبل ما توصل للوكال نتاعك فهمتني خاطر فما ناس تستنى عندك اطار فني يخلص عندك فما لاعبين بدون اجور توا عندهم اشهر ملاعبيه قداش عندهم مش خالصين ماخذ حتى فرنك تو من يوفيهم على منحة الوزارة ولا منحة البلدية ولا وما زالوا يلعبوا وما زالوا يلعبوا ونجول من تحية شكر تعطيهم الصحة ربي تقريبا الجمعية الوحيدة اللي مش عاملة دي سالير الجمعية للاعبين معناها يعني شوية ديبلاسمون شوية مصروف حاجة خفيف معناها وقاعدين مضحين وقاعدين معناتها عاطين مع عندهم بدينا بداية باهي عملنا براج طلعنا عملنا زوز مقابلات واحدة في ربحناها في برصدرية والثانية مع مزة عبد الرحمن بزركة لكن هزيمة توجع كونتر جرزونة عملنا تعادل مع أولمبي النقر في تزركة عملنا تعادل مع مقرين في تزركة هذوم وراء بعضهم تعادل في الحمامات وبعد دخلنا في سيكل إن شاء الله نتفادوه صعيب برشا أما اللي نوعد بها مع محبين تزركة واللي بحولها تزركة ما طيحش اجتمعنا باللاعبين وحسسناهم على بالوضع اللي فيه وحاسين هما
مع شويه انتدابات عملناها الاسبوع الفارط فيهم اللي ولا كاليفي وفيهم اليوم ان شاء الله بيحاول له كيما حمزه مثلا ان شاء الله اليوم يبدا كاليفي فما شكون باش ياخذ في الاجازه نتاعو من الجامعه اليوم وان شاء الله بيحاول له ويد واحده وتزرك ما خافوش عليها بيحاول له. الانتقادات سي بشير فما برشا انتقادات وفما كيف برشا جمعيات في 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 تونس ولا في العالم يكون فما برشا انتقادات من بعض الاشخاص لغايه في نفس يعقوب انتقادات خنسماها انا بين قوسين انتقادات سامه انتقادات توجع وانتقادات تضر الفريق اكثر من اللي تنفع الفريق. هذا ما يمنعش سي بشير وانت حاضر بحذايا وحنا على المباشر اللي انتوما كهيئه مديره قصرتوا فما تقصير فما تقصير مثلا نقولوا احنا على الناحيه الماديه اليوم الملاعب يقول لك انا مانيش خالص والمنحه نتاع الوزاره ما تصبتش يقول لك هذه مش مسؤوليتي مسؤوليه مثلا الاداره وغيره ولكن التقصير خارج عن ارادتكم انتم انت ما حبيتش تقصر اليوم ولكن ظروف اخرى منعت انه التمويل هذا يجي ولا منعت انه الفلوس تجي فلذلك انت بدورك مسيب برشا شيكات كرئيس الفريق ودفع برشا فلوس وتحط في برشا فلوس من جيبك هذا شنو نقصد بالتقصير معناه اللي انت وهنا فما ناس تستغل في الشيء هذا بالضبط وللاسف هما اولاد الفريق ولاد الزرقاء واستغلوا الشيء هذا وقت نتائج الخايبه وقت نتائج في السيكل نتاع النتائج الخايبه نتائج سلبيه هذيك باش خاطر كي تنتقدي وانا تنتقدني وانا رابح فما حساب وكنت معناتها تعمل النقد نتاعك وانا في ظروف صعيبه مع لاعبين ومع كذا معناتها تولي تحطيم مباشر معناها واحنا حاولنا نغمض عليها خاطر هذه تصير في جمعيه الكل انت تشوف في العالم الكل حتى المنتخب كي خسر شفت لي كاريكاتير والناس كشتاك حاجه لازم تقبلها اما فما حاجات تفوت الحد ونرجع للنقطه اللي جبت عليها سيادتك اللي قلت لي نتاع اجور اللاعبين الحاجه اللي ناكدها لك انا اللاعبين نتاعي الكل ما عمري ما وعدتهم باجور ويعرفوا قلت لهم راهوش نمشيو مع بعضنا حتى لمرحله الذهاب ونشوف رواحنا فين واذا كان فما دخل سواء دعم من المعامل ولا من الشركات ولا من البلديه ولا من الوزاره ولا من اي جهه وفما فلوس حتى مش راتب كبير برشا نعطوك كل واحد حاجه حاجه رمزيه بصفتك ولاد بلاد وكذا لكن ما رعنا اللي وقت اللي ولت نتائج خايبة ولت الناس تلوج في مش اللاعبين راهو فما الناس البرة قاعدة تركب لهم فيها راهو فما ولا تزركة ولا تزركة ربي يهديهم انا ما يسالش انت 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 رئيس فريق انا شنعطيك انا سكوب من عندي واتحمل مسؤوليتي الكاملة في الكلام باش نقول بل فما ناس كانوا ينشطوا يلعبوا في الفريق بالضبط عندك المعلومة عندي معلومة نعرف نعرفهم بالاسم وبالواحد واحد وكل واللي يصير برا كل يوصلني ونسمع به فهمتني بقينا ما نجيش نتيح أنا في البياج متاع هز وجيب كلام أنا نخدم وفما حاجة أنا فسرت لهم حاجة وحتى للبارع وحتى نهار الاثنين بعد الهزيمة متاع جرزونة عملت اجتماع معهم وقلت لهم راهو أنا معناها أنا ملول ما عدتكمش بشهري ساعة قلنا في الريتور كان معناتها دخلت فلوس وقينا دعم به اثنين انا اللي قاعد نصرف فيه تو انا وزملائي سي حمزه عنطيف وسي عمر الجزيري وسي ايمن الحجري نمشي في الجمعيه عندنا مصروف يومي راهو اي نعم باش ما تقفش باش عندنا بل وصلت تسيبوا في الشيكات معناها طبيعه تشري اثاث باش تجي المؤسسه الرياضيه باش تعطيه شيك باش تعطيك ايكيبمون باش تاخذ صبابط كيف كيف ما نعرفش شنو كار كل اسبوع فما تكري حافله مطاعم معناها التنقلات لاعبين تقرا في تونس علاش علاش شركات وين سامحني سي بشير خويا باش نقول لك معناها وين مولات تزركة وين رجال الاعمال وين الشركات الموجوده في تزركة بانه الفريق يمثل جهه تصلنا بالناس كل عندنا شخص وحيد هو تزركي اللي هو سي محمد سمير بن حسين ذا يعيش في كوستاريكا في امريكا حقيقه ربي معناها اكثر واحد مدعمنا ماديا عملنا والهبط مركبنا دي بروجكتور في التيرا قيمة تقريبا 30 مليون عامل سبونسرينج معانا تو هو الوحيد رغم محضرين دوسيه تاع سبونسرينج اتصلنا بالمعامل كله حبينا كذا ونعديه في مقابلات لايف ونعديهم في البندرول من لوتا هو الوحيد تقريبا اللي يعاون فينا مشكورين بعض وين يتم بث مقابلتكم نعم وين تم وين على باج تزركة على باج الفيسبوك قدامي على ما يبدو اللي هي أيه. على الباج نتاع الامن الرياضي فهمتني وفما اسبوار سبورتيف دو تزركة صحيت فما الناس قاعده تعاون هذا ما نكذبش عليك حب جد بربي بالمناسبه تذكرت باش ما ننساهاش عندنا قدماء اللاعبين على راسهم السيد محمد المسعدي عمل طريقه جديده معناتها اشتراكات لقدماء اللاعبين الكل شهريه كل شهر كل لاعب 10,000 كل شهر
ما تعرف كلمة تزرق الكل سوم رمزي على الأخر. عندنا زادة أختنا جات محمد زادة كيف كيف عندها موظفين معها وكذا قاعدة معناتها تدخل في الفلوس هذا كل شيء حصير والناس تعمل في محاولات ما تعرف راهو مليون و500 وما شنو بالنسبة لنا احنا حتى 100,000 تقضي عندها بلاصة تقضي فهمتني. أما عندنا برشا ميسورين معناتها الحال في تزرقة ينجموا راهو يعاونونا ما تعرف أنت 50 مع 50 100 مع 100 تولي فلوس راهو فهمتني دين أخي ندفع أنا ولا يدفع نائب رئيس ولا يدفع فليس مع فليس ولا يديس خوي فهمتني خوي ربي يهديهم وأنا تو يحبوا تزرقة ما نشكش في حبهم واحد النهار اللي طلعنا في باراج اللي صار في الفحص يا سي بشير معناتها شفت الاستقبال قلت سعيد سي بشير راهو اللي يحبك مش وقت اللي أنت مترشح يجي زغرت ويجي صفصح واللي يحب تزرقة ماهوش اللي يقول لك يعطيك الصحة اللي يحب تزرقة هو اللي يفعل هو اللي يعمل هو اللي يضحي هو اللي دعم خزينة النادي وقت اللي فما رجال اليوم تحط من جيبها على خاطر الفريق باش ما يقفش وقت اللي يحب تزرقة هو اللي يلعب وقت اللي هي خلاص راه في ظروف خايبة توقف معايا وتتواجه اللاعبين ولا مش تبدا واللي يحب كذلك تزرقة هو اللي يلعب بدون اللي يلعب بدون اجر فما ناس عندهم 32 33 معناها عمرهم يعني يلعبوا من ليكول فهمتني زيد هذوك يعطيو شويه مجهود زيد نحب نشكر معناتها الاطار الفني على راسهم السيد علي العباس هذايا من اقامته في منزل سيس والمساعد نتاعه كريم سقراط المعدل البدني سي نصيف المسعدي والمدرب الحراس اسكندر بلكحل هذا واحد نسحقهم نحب نشكر زاد المدربين الشبان الكل على راس سفيان برنيس سفيان عاد نعرفوه عاد مدير فني للشبان ومدرب الاواسط وكان مدرب منتخب الوطني سابقا للمينيفوت سفيان برنيس بصراحه يخدم في خدمه كبيره زاد معناته قاعد تقريبا يعاون فيه اكثر واحد معناتها حتى المشاكل الصغيره اللي ما نشوفهاش انا نتاع المدربين نتاع كذا توصل لي على طريقه هو معناها ونحاولوا نعالجوهم فهمتني شنو اللي يمنع الفريق باش يقدم سي بشير ما فما حد شيء تحس مع كيستيون مونتال وكاو مورال موت طاح المورال شويه صحيح معناها الناس تمسوا الاولاد وحاولنا نجتمعوا بهم ومعناتها نحسوهم اللي راهو ما تلعب حد شيء مازلنا احنا تو مترشحين للدور الثالث في الكوب ربحنا فريق بوحجله في بوحجله بعض بحجلة في السيئان كيف نحن ربحنا جديدة في تزرقة الأسبوع اللي قبل الفارت وتش نلعبوا لحد الجاي إن شاء الله مع مزبو زلفة في الدور الثالث ونجموا قدموا أكثر من كايا حتى للمورال والواحد وتولي عندهم لعبية أكثر وقت كورة في ساقيهم والثقة كذلك يخذوها حاجة أخرى قاعدين نخدموا على الشبان برشا كيما الأكاديمي معناتها ولا عنا عدد كبير برشا فهمتني المدربين تاعهم سي عطاي الحمامي قاعد يخدم بالتوازي الاكاديمي والاداني هنا من حبل نسالك سؤال سي بشير نكملوا من بعد نشكره ونذكره كذلك الناس اللي قاعدين يقدموا للفريق هذا ويعطيه الاضافه لانه الشهاده هذه والفيديو هذا سيقعد للتاريخ لاجيال واجيال على خاطر راهو اللي يعطي واللي يعمل ما يتنساش يقدم وجود خاطر يخدم الكل ما برشا الناس خدم هنا خلينا نحكي معاك نرجع معاك في حاجه مهمه ياسر وجعت برشا من حبه الفريق وجعت برشا ملاعبيه هزيمه جرزونه 5-2 على ما اعتقد كيفاش تعاملتوا مع الموقف كيفاش حكيتوا مع الملاعبية بعد هذه المقابله هو مبدي محسين راه ومعناتها ديجا البونتوات على اغلاط فرديه باش تقول لي فيزيك مو طايحين لا خاطر احنا عندنا بروبيتر فيزيك باهي برشا وحاضرين على تو برسك من 28 نخدموا ليكيب حاضره للتوب صارت غلطه تاع مدافع طاح قتل الكره مركاها ويصير في كرة القدم فهمتني تمسوا الاولاد معناها صحيح هبطوا ايديهم معناها تنجم تكون طرف دروازه دي ما تفش 4-5 فهمتني اما تعرف انت احنا الملاعبيه فراجيل برشا فهمتني كلمة تهز وكلمة تهبط فهمتني اجتمعنا بهم نهار الثلاثة عملنا لهم فيديو فيزيوناج في اللوكال وريناهم الغلط تاعهم بين قوسين معناتها لونترونور المدرب جاب لنا واحد خاص بالفيزيوناج معناها خدمته كان هذيك فهمتني على حسابه الخاص على حسابه الخاص هذه الناس اللي تعرفها مش يخلص يجي من تونس معاه بماتريال ويدخل وملا اللوكال وكل ملاعب شنو غلط شنو عمل بالتفاصيل مل بدون مقابل
معناها مدرب الفريق، مدرب الفريق هو ياسر نقطه هذه، مدرب الفريق جاب شخص مختص مدرب في 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 الفيزيوناج على حسابه من كيستو من جيبو باش يوري الملاعبيه شنو الاخطاء الفرديه اللي صارت في المقابله، ويجي معاه كل يوم في التمرين، يجي يحضر معاه مع المعدل البدني، خاطر المعدل البدني سي كريم سقراط من منوبه والسيد هذا من منزه سيس، يجيبهم معاه ويروحوا معاه وعاد يراجع معاه حتى في التمرين موجود يصور يعني ويعدي ويحلل. هذوما ناس، هذوما ناس يحبوا من نجم نقولوا كان بارك الله فيك، وان شاء الله الملاعبيه تعطي ما عندها باش نعطيه كل ذي حق نحقه، ما ننكروش راه ما نشكش في ملاعبيتي في حاجه اخرى زاد لا لا، اما فتره كل ملاعبي في العالم يتعدى فتره فراغ راه تصير حتى الضغوطات، وحتى الضغوطات زاد وعن الجمهور والمحيط الخارجي. لا كي نحكي المحيط الخارجي الناس اللي تتلونه تعرفهم، فما عنا هما فما البعض اللي يتلون تلقاه في وجهك نوع صحيت. وفي ظهرك نوع اخر، شنو الميساج تحب تقول للناس هذوما سي بشير بن صالح، الناس اللي تحب تضر الامل الرياضي بتزركة، القيل والقال والاشاعات الغالطه والموجات السلبيه اللي وصلوا فيها الفريق والكلمات اللي قاعده تدور برشا في الفريق؟ والله ايش نقول لهم، انا نقول لهم يا خويا تزركة راهي مش تاع بشير بن صالح وحده، تزركة تاع الناس الكل، والملاعب هي وقت اللي يبدا خاسر في مقابله وما يلقاش انت محب ولا مدعم توقف معاه وتهز وراه وزيد تكمل معناها يزيد ينهار جمله. احنا قاعدين نحاولوا معناتها اكثر حاجه تو نلعب عليها هي المعنويات تاعهم ساعه باش تبدا في التوب، وان شاء الله الجمعه هذه هم كل حسوا خاطر عمرها ما صارت هذه بالطريقه هذه بالخمسه لا لبرا ولا في تزرك لاول مره تصير. واحنا شفنا نعرف الكرة تنجم راهو جمعيات كبار درنير مو برشلونة خسرت 5 ولا 4 الاتليتيكو كيف كيف البارح الريال خسرت 4 ماهيش عالم صحيح كرة راهي فهمتني اخدم تلقى تغلط تخلص ذاك هو مع ذاك الموجود فهمتني معناها ما ناخذهاش بال ديما ناخذها بحاجة إيجابية لكن نزيف النقاط يلزمو يقف بالطبيعة إذا تحب بتبيع. توصل بالطبيعة هذه حاجة مؤكدة وان شاء الله هما عازمين ان شاء الله ابتداء من غدوه ان شاء الله احنا عندنا مقابله الجايه دي اللي هو غدوه كراشنا ان شاء الله في المحمديه الاولاد الكل حاضرين تو وفسخ اللي صار الكل عندنا بعدها بني خليت في تزركة وبعدها بورسيدري في تزركة يعني في التنقل سي بشير ايش تعملوا باللي كيف نحب معناها عندي شويه فضول اذا تسمح نحب نعرف كيفاش تخلصوا معناها اليوم فريق ما عندوش دخل معناها انت اليوم يقول القائل فلوسك كنت تحطها على عائلتك كانت اولى مثلا اليوم وعلاش فلوسك تحط فيها في الفريق معناها شنو نخلصوا في الكار نخلصوا في الوسائل النقل الاخرين نتاع نقل الشبان خاطر عندك مش عندك سيارة برك راه عندك جينيور عندك مينيم عندك ادي عندك كل تلعب الجمعه ذي اداني ومدارس في تزركه مع نفس الكيب تلقى عندك اداني واصغر واوسط البرا العكس بالعكس معناها كل جمعه عندك بلاسمون السينيور كيف كيف الاكابر انا مع شركه النقل يعني فاش نحكي لك قلت لك مثلا باش نخلص الشهري نخلص في الكار نخلص في المطعم فهمتني نخلصوا فيه حاجات راهو مصروف يومي راهو فما حالات اجتماعيه زاد عنها ملعبيه المصروف الشهري تخلصوا فيه تقريبا شهريا المبلغ يتراوح بينه وبين والله مصروف الشهري يعني تقريبا في 5.5-6 ما هي نقولوا بين 5000 دينار شهريا انا اطار فني نحكي راهو مانيش نحكي تكاش تحكي على المصروف الكل مصروف الكل مصروف الكل فما 10 ملايين كل شهر معنى قرابة 10000 دينار شهريا تحطوا فيها انتوما من مكتوب خلينا يعني نقول انت سي بشير فما حمزه بن عبد اللطيف كذلك سي ايمن الحجري ايمن الحجري سي عمر كذلك هذه ناس قاعده تساهم اليوم حقيقه ربي الوهم معناها هذوما تو الجمعيه عايشه بالاربع من الناس هذوما في غياب تام في غياب تام للدعم معناتها نتاع الشركات واحد فهمتني احنا شنو ميساجك للشركات هذوما معناها اللي الموجودين انا اول مره معناتها نشوف معناتها في المناطق الصناعيه في البلدان الكل يعاونوا في الجمعيات كل رياضي الكل عنا جمعيه تاع هوند بنات يعاونوا كل احنا مش نقول لك حاجه ضعيفه برشا يعني تمشي يا ما يقابلكش يا يقابلك يقول لك ظروف يا شنو انا ما عندك ما تعمل له معناها تسايس وفما اللي يهدي ربي يعطيك شويه وفما اللي يقول لك مش تو فما كل واحد معناها ماشي معاهم وحده وكاو بي يعني سؤال اخر مهم جدا على خاطر قل المحسن احسنت تقدمتوا في نهار 11 جانفي للهيئه باسمكم انتوما تقدمتوا بالشكر للسيد معتمد قربه والسيد الكاتب العام مكرم تسير شؤون بلديه تزركة واطاله البلديه
على شنو؟ والله هذيك الخرجة هذيك اللي خرجوها معنا للمنطقة الصناعية هذيك معناتها أول باع عملها معنا. الثانية خطوة معناتها هما حكاية المدارج معناتها فوالا نحب نعرف شنو الإضافة اللي عملوها، شنو الدور اللي قاموا بها، خاطر اليوم سؤال مهم جدا. الإضافة بالنسبة لي أنا معناتها أكثر حاجتي ما قلت لك مشى معنا سيد معتمد بديه وكاتب العام، عملوا معنا مرتين يعملوا دورة في المعامل ونجيبوا شوية معناها نتاع أربعة خمسة ثلاثة كل مرة كيفاش فهمتني، فما شركة ما تلقاهاش موجودة فما شركة تلقاها فهمتني، اللي أعطاها بارك الله فيه واللي ما أعطاهاش إن شاء الله يعطينا بحول الله. هذه حاجة. شنو الميساج حاب توجهه لهم السي بشير على المباشر؟ أنتم تو تستغلوا في 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 الشركات في منطقة صناعية نتاع تزركة، عندنا بلدية تخدم فيك، معنا برشا حاجات تستنفع بها، ما فيها باش تمدوا يديكم يد مساعدة لجمعية الأمارة تزركة، خاطر احنا تزركة نمثلوا جهة كاملة مش نمثل تزركة وحدنا. وش باش نقول لك، إن شاء الله ربي يهديهم وكاحش يقول. بالنسبة لجبت رسائل المعتمد والله نحب زادة، عندنا شخص آخر ترشح في الانتخابات الأخرانية اللي هو السيد عارف ناشي. أي. تقريبا من أول نهار طلعت نتيجة هو مازال ما تسلمش المسؤولية نهار 27 جاء في معناه يولي رسمي، يعني يولي في شنو نتاع الانتخابات تاع المحلية رئيس بلدية. اي هذه مش رئيس بلدية، اي انتخابات المحلية اللي وقفتني هو يمثل تزركة تو، فهمتني؟ ان شاء الله قاعد زاد واقف معنا يحب تزركة برشا وقاعد يحاول معنا في تقديم المنحة من البلدية اللي هي بتاعت برشا زاد. احنا على المباشر زاد بدورنا نقدموا رساله للدوله زاد شويه ما يسالش معناها فرق راهي هذه اللي مقاطعه معناها الشبان. قداش من لاعب عندك تقريبا؟ قداش موجز عندك في كل فروع في كره القدم؟ عندي في الفروع فما تقريبا فوق 350. معناها اليوم نحكيه على نادي استقطب 350 شاب تونسي من مدينه تزركة في جهه تزركة. بعد بعدته انت اليوم على كل اشكال الانحراف اللي كان يمكن يطيح فيها في الوقت اللي احنا فيه. دونك اليوم كدوله تونسيه زاد لا يزي المنحه 50000 دينار ما تعمل حتى شيء، لا يزي طبط عليا بالاربع والخمس خشوب. خجيني في مارس سيزون فات وقتها انا قلت لك تو الجمعيه قاعده ماشيه بالاربع من الناس هذوما والى متى باش تقعد ماشيه؟ واش باش نعمل؟ اش انا ما نعمل؟ انا نحاول تو تقريبا من نورمالمون 26 22 ديسمبر تصب الوزاره. شاف فما شكون بعض رؤساء قابلوا الوزير وعدهم قال لهم 22 ديسمبر. احنا تو تقريبا ثلاث ايام باش نولي 22 جانفي. 22 جانفي. ولا جديد اذكر. احنا حتى كي سمح حتى كي نقضيهم عند فورنيسور ولا ناخذوا فلوس مع شخص باش يعاوننا نقعدوا نقولوا راك عندك 20 جانفي نرجعوا لك فلوسك. كي انت ما تصبليش فلوس انا باش نرجع له ذاك. ندخل في متاهات اخرى. صح يدخل متاهات اخرى. باش على المباشر شنو رسالتك للسيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضه؟ يا خويا اول حاجه يا خويا يشوفونا المنحه هذيا في اسرع وقت، رانا تعبنا بالحق تعبنا. ثاني حاجه معناتها ندخل معناتها بصفتي رئيس جمعيه بصفتي نمثل تزركة باش يعاونونا في حكايه المدارج هذيا، خاطر انا كان عندي تقريبا ليكيب الوحيده في الكابوا ما عندهاش مدارج. تقريبا الناس كل اقل جمعيه تتصورها عندها مدارج. انا تو البلان معمول الى الامل الرياضي تزركة. تزركة بلان مخدوم مصادق عليه وزاره التجهيز بالارشيتكت ومره بريكله خمس معناتها 1000 بلاس افي كومبلكس من لوطا فيستيرات قاعده. وشنو اللي يستناو قاعده؟ ما نعرفش والله ما نعرف ماذا بيا يمدنا يد مساعده في الحكايه دي، خاطر انا كانش عندي مدارج. انا ريت عندي مدارج انا ريت عندي مدارج ب 2000 بلاصه. نحكي لك بجد تزركة ما تلقاش بلاصه في 2000 نهار لحد 3000 ما تلقاش بلاصه. كي تشوف العباد الموجوده في الديار وفي السطوحات وفي الحيوط 3000 يتعبى 2000 يتعبى 1000 يتعبى. اي ناس تحب الكوره. شوف انت حتى 1000 بلاصه اللي هي تو مبرمجه شوف انت قداش دخلك فلوس حتى في ال 5000. اي دخل تعيش من الجمعيه. يعني بعد الماتش انا نتحرك نخلص ملعب نخلص مزود خلص كذا. سي بشير بن صالحه شكرا جزيلا لقبولك الدعوه وحضورك بحضنا اليوم. نخلي لك في 30 ثانيه كلمه الختام في مساحه حر. والله ايش باش نقول لك، ان شاء الله قدوك عشنا ان شاء الله بحول الله عندنا مقابله في المحمديه ان شاء الله معناها نرجع لسكه الانتصارات. نحب نقدم شكري لكل من عاون تزركة بدينار ولا ب 10000 و 5000. عنا بالله ما نحبش نتعدى مرور الكرام،
عندنا بإيجاز شي بشير لذيق الوقت. عندنا محبين في لجنة الأحباء ثلاثة من الناس اللي هما سليم المسعدي ومحمد بن صالحة ومحمد برنيس، هذوما قاعدين ينشطوا، ومدام نجاة برنيس سي محمد المسعدي، هذوما أحباء من برا قاعدين يحاولوا يدخلوا فلوس بالطرق الكل. نحب نشكرهم ونتقدموا معناها مرة أخرى نطلبوا بإلحاح على إتمام المدارج هذيا في أقرب وقت، في أقرب وقت، والجامعة تعطينا زاد الفلوس باش نتحركوا ومنحة الوزارة، وإن شاء الله ربي يقدر الخير إن شاء الله. يعطيكم الصحة وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله مرة جاية نجيوكم وإحنا في مرات متقدمة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا السيد بشير بن صالح رئيس الأمر الرياضي.